لبغداد بجراجة. الديانة المسيحية كان عندها دول في السودان لمدة 1000 عام. وغير التهريج، السودانيين رسموا العذراء في كنيسة فرس اللي حصل لها ما حصل لها، رسموا العذراء امرأة سوداء قبل ما في الستينات وناس تانيين يجوا لاحقين انه يتكلموا عن انه زي بلاك از بيوتيفول. فهم السودان بلد فاعل في وصل لحد فلسطين، وصل مصر، كثير من الاسر اللي حكمت مصر دي اسر سودانيه. الاسلام نفسه لما جاء السودان الاسلام انتشر بالرايات المطرزه بالنزور، وانتشر بالقدوه، وانتشر بالنموذج الحسن على مدى من 641 الى 1505. اول دوله اسلاميه دوله الفونج اللي نشات نتيجه للتحالف التاريخي بين عبد الله والفونج عماره دونغوس وعبد الله جماع. اخذ هذا النشوء من 641 اتفاقية البغض إلى 1505، 900 عام حتى شمال السودان بقى مسلم. قبل لمدة 1000 عام شمال السودان كان مسيحي، ولحد الآن في الناس القاعدين في النيل الأولاد والبنات الصغار اللي بيلدوهم بيعملوهم صليب من الكحل في جبهتهم، ده جاي من الممالك المسيحية. فالسودان بلد قديم، بلد غني باللغات بالثقافات، وبلد قبل انفصال الجنوب فيه أكثر من 570 قبيلة. والسودان إفريقيا مصغرة، وغرب السودان يربط مع كل غرب إفريقيا، وفي قبائل سودانية كثيرة كان عندها دور فاعل في ليبيا، الفزانين، الزغاوة في تشاد، الزاندي في افريقيا الوسطى، والكانغو، الاشولي في يوغندا. 3-4 من حكام يوغندا عيدي امين وميلتون ابوتي بيمتدوا لجذور في مرشح الرئاسه الحالي في كينيا، وعرب موي قبله جذورهم في السودان، رايلا ودينغا، وفي سوبيا وفي اريتريا، والمشير طنطاوي في مصر من النوبيين. السودان ده بيمثل لوحة كبيرة وبيمثل مشروع تاريخي ومشروع كبير، لكن الناس اللي حكموا السودان لم في يوم من الأيام لم يكن لديهم وعي بهذه اللوحة الكبيرة والحضور الإنساني العظيم اللي مثلوا السودان. واللي ما بيعرفك يجهلك، ولذلك الناس اللي حكموا السودان جهلوا مدى عمق السودان، ولأنه دي ثروة عشان يكون في نهوض، وعشان والتاريخ حكمه فاعل ولا ينتهي. حتى في مونتري وفي كاليفورنيا الكبيرة والعظيمة، هذه الولاية كاليفورنيا تأخذ ملامح من اللاتينوز ومن أمريكا اللاتينية، لأنه هذه أحكام التاريخ، ولأنه هذا عمق التاريخ الذي لا ينتهي مهما حصلت تبدلات وتغييرات. لازم ترجع إلى حيث كانت البدايات. السودان لم يبدأ بداية صغيرة أو سهلة، ولذلك نحن بنرى إنه السودان مر بتنوع تاريخي عظيم، والتنوع التاريخي ده انعكس في الشخصية السودانية حتى ولو ما أدركنا عمق. وفي حاجات كثيرة الناس بيشوفوها في علاقة السودانيين، في حاجات بتاع التمدن، في خلافاتهم مثلا، في قضايا كثيرة ممكن يحكوها. النفسية والشخصية السودانية تكونت عبر العصور، حتى ولو تم اختصارها في أوقات تاريخية محددة. ولذلك السودان في الحاضر الآن بعد انفصال الجنوب لا زال شمال السودان متنوع مثل ما كان، فيه أكثر من 400 قبيلة، فيه ما يقارب 100 لغة، وأنا مصر إن هذه لغات عشان نعيد الاحترام والاعتبار لنفسنا، حق ما نسميها رطانات ولا نسخر منها إنه ده كلام الطير في الباقير. دي لغات حقيقية وساهمت في الحضارة
الإنسانية، ولذلك يجب إعادة تعريف الدولة السودانية، ويجب رد الاعتبار للثقافات والتنوع والغنى الإنساني والتاريخي والحاضر للسودان كبداية حقيقية لنهوض السودان في المستقبل. دي جزء من الرؤية بتاعتنا، ويجب أن نرد الاعتبار لنفسنا. يا جماعة أي دول بيقول إنه حبوبته سرية حقه يعمل علنية، لأنه هذا عصر العلنية والشفافية لكي يتصالح السودانيين. يجب السودانيين أن يتصالحوا مرة أخرى ويعودوا إلى ذاتهم ويعودوا إلى نفسهم ويعودوا إلى إنسانيتهم. ده مهم جدا جدا، لأنه ما حدث ده كان محاولة غير نبيلة من بعض الناس اللي كانوا دارين يحتكروا السلطة، يحتكروا تطور السودان بسيقان قصيرة. وانكشفت هذه السيقان عند أول المحاولات، وذهب الجنوب مأسوف عليه من سودانيين خيرين كثيرين كانوا بيعتبروا أن الدولة السودانية كان ممكن تكون أفضل حالا وأكثر مهابة وأكثر مساهمة وحضورا إقليميا ودوليا إذا بنى السودان دولة متنوعة ومتعددة. ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية بنعرف أن النظام الأمريكي كيف ده نظام قدر يتطور رغم التشالنجز. هو ما نظام مثالي وعنده مشاكل كثيرة، ونحن لا ندعو ذاته أنه السودان لازم يعمل كوبي أند بيست مما موجود في أمريكا، لكن ده نموذج لكيف الناس احتفوا بالتنوع والتعدد. رونالد ريغان في عام 84 اليوم بتاع اغتيال مارتن لوثر كينج، بدلا من يكون يوم للشقاق ويحتفلوا به السود لوحدهم، عملوا يوم للحقوق المدنية في كل الولايات المتحدة الأمريكية. غض النظر رونالد ريغان جاء من كاليفورنيا، غض النظر عن انه راينا فيه شنو ولا كانت سياساته شنو. وإذا الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت لشخص أبوه ما مدفون في الولايات المتحدة الأمريكية عشان يبقى الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ما بال السودان وما بال السودانيين يقسموا نفسهم إذا النظام الأمريكي تطور وسمح لشخص مثل باراك أوباما إنه يمشي البيت الأبيض. ما بالك بشعوب أصلية وشعوب عظيمة ساهمت في تاريخ السودان وفي حضارته وفي تطوره. ما بالك بالفور اللي يكون ممالك وكان لهم حضور وكان لهم سفارات. ما بالك بالبيجا في شرق السودان. ما بالك بالنوبيين وكل الشعوب السودانية. دي شعوب عظيمة. الناس اللي وضعوا تناقضات بينها يجب أن تسحب هذه التناقضات، ويبغى السودان وتبغى الشعوب السودانية لتطوير السودان. دي القضية الأولى والمهمة في الرؤية أن إحنا قاعدين نقدمها للناس. الآن السودان دولة فاشلة. إحنا ليه بنقول إن السودان دولة فاشلة؟ مش دي نوع من المكايد أو نوع من التشفي في حكم المؤتمر الوطني. السودان دولة فاشلة بامتياز، نتيجة لأنه المعايير الموضوعية اللي تنطبق على الدولة الفاشلة بتنطبق على السودان. السودان دولة فاشلة لأنه أولا لم يستطيع أن يحافظ على ربع سكان من جنوب السودان، ولم يستطيع أن يحافظ على تلك أراضيه بالصيغة الحكم الحالية، وبالتالي دي صيغة فاشلة. إذا ربع سكان وتلت جغرافيا قررت الخروج من هذه الصيغة، إذا هذه صيغة فاشلة. دولة فاشلة لأنه ارتكبت جريمة كبيرة ضد المواطنين السودانيين. الآن ونحن نتكلم اليوم، الطيران السوداني بيقوم من الخرطوم، بيقوم طيارين سودانيين من موارد الدولة بيضربوا قرى آمنة في دارفور في جبال النوبة. وأنا أمس في محاضرة قلت إنه للأمريكان يعني somebody can imagine and envisage إنه الطيارات بتاعت البي 54 تقوم من كولورادو من القاعدة بتاع الطيارين الأمريكان تيجي تضرب مونتريال. هل الرئيس الأمريكي ممكن يقعد 3 يوم في البلد دي؟